أحبتي في المسيح، يا مرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج المجلة السعودية على قناة الحياة المسيحية. اليوم عندنا فقرات متنوعة وجديدة، وحيكون من ضمن الفقرات ناقش موضوع هل أكرم الإسلام يسوع المسيح؟ خليكم معنا. أعزائي المشاهدين، أرحب بكم مجددا مع فقرة جديدة من فقرات أسئلة المسلمين الشائعة. واليوم حنتكلم عن إجابة سؤال: هل كرم الإسلام المسيح؟ المسلم أول ما يقابل واحد مسيحي تلاقيه يقول الإسلام كرم المسيح، ويبدأ يتكلم معك على الأساس اللي يستند عليه. خلنا نحلل هذه الأسس ونشوف سوا. المسلم يقول إن الإسلام أكرم المسيح أكثر من إكرامه لمحمد، لأنه جاء ذكره في القرآن 25 مرة، بينما محمد جاء ذكره في القرآن 4 مرات فقط. لكن السؤال هو: هل الإسلام كرم الشيطان أكثر من محمد والمسيح؟ لأن الشيطان ذكر بالقرآن 63 مرة، وفرعون ذكر في القرآن 74 مرة. المسلم يقول إن الإسلام يعترف بالمسيح كرسول وعنده معجزات وإنه بيجي في آخر الزمان، هل هذا تكريم؟ لما تقول إن المسيح رسول عظيم ولكن كتابه محرف وما يجوز نتبع تعاليمه، إيش تسمي هذا؟ نهيك على أن المسيح ما يشفع للناس يوم الحساب حسب الإسلام، فهل هذا تكريم؟ على سبيل المثال، لو جاك واحد مسلم ويقول أن محمد مش آخر رسول في الإسلام، وأن هناك رسل بعد محمد مثل ما يؤمن الأحمديين، فهل يعتبر مسلم؟ أو أكرم الإسلام محمد؟ المسلم يقول إن المسيح ما انصلب وجاء وانذل، فهل تعتبر هذا تكريم؟ مع إنه الموت في سبيل قضية مهمة وصحيحة يعتبر شرف وشهادة. مش محمد تعرض للأذى من اليهودي اللي كان يكب الزبال عند بيته، وتعرض للذل والمهانة من كفار قريش، مع إن أهل مكة وقريش ونعبهم مش كفار مثل ما يتهم الأمه الإسلام. مش محمد كان يدعي أنه تعرض للسم من قبل يهود خيبر؟ كيف يرضى المسلم قصص تصف الذل والإهانة لرسول الإسلام محمد، ويرفض هذا التشريف والتكريم للمسيح؟ موت المسيح على الصليب من أجل قضية صحيحة وبها خلاص العالم يعتبر شرف للمسيح. العبرة بخواتيمها. المسيح بعد ما مات على الصليب قام من بين الأموات في اليوم الثالث، إذن المسيح حي إلى الآن. خلاصة القول: الإسلام لم يكرم المسيح حتى ولو اعترف بأنه سيجيء في آخر الزمان، لأنهم يعتقدون أن المسيح هيجي في آخر الزمان علشان يكون تابع لمحمد ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، وكأنه مش هيكون غير خنزير واحد يقتله وخلاص. طيب ليش ما يقتل الجمل؟ مش الجمل ينقض الوضوء؟ أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ كيف نكرم المسيح؟ السؤال هذا المهم، كيف نكرم المسيح؟ ومن حقك تسمع الجواب. اسمع هذه الآية: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، يوحنا 14
21. يعني لو ما عندك وصايا المسيح وما تسمعها فهذا يعني أنك ما تحبه. إذا أنت تحب المسيح اللي مات لأجلك وقام في اليوم الثالث علشان يقيمك أنت بعد، تعال له اليوم وسلم حياتك له. طبعا هذا قرارك أنت، وهذا بينك وبين الله اللي يحبك موت. أصلي أن الرب يباركك بمعرفته أكثر وأكثر بالمسيح يسوع. آمين. سلام يفوق العقول وفرح دايم يطول بكل كلمة يقول يعزي قلبي في ضيقي. سلام يفوق العقول وفرح دايم يطول بكل كلمة يقول يعزي قلبي في ضيقي. يسوع 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 أشكرك كل أيام يا رجايا وسلامي أشكرك كل أيامي يا رجايا وسلامي منك راحت منامي منك راحت منامي وكل عسير انت يا سير كنت أعمى كنت أعمى والآن أبصر. وعيش لك ممنون فضلك يا فادي الكون وبعترف مديون يا حقي ونوري وطريقي. وعيش لك ممنون فضلك يا فادي الكون وبعترف مديون يا حقي ونوري وطريقي. يسوع 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 أشكرك كل أيام يا رجايا وسلامي أشكرك كل أيامي يا رجايا وسلامي
عسير انت يا السيل كنت أعمى أنا كنت أعمى والآن أبصر كنت أعمى والآن أبصر كنت تايه ولقيت طريقي وبن عمى رب قال أبشر لك خلاص وسلام حقيقي بيسوع في يسوع بيسوع في يسوع أشكرك كل أيام يا رجايا وسلام أشكرك كل أيام يا رجايا وسلام منك راحت منامي منك راحت منامي كل عسير انت يا السيل كنت أعمى أنا كنت أعمى والآن أبصر. يقول القرآن عن المسيحيين: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وبغض النظر عن ما تحتويه الآية من تكفير واضح وصريح للمسيحيين وما يترتب عليها من أحكام ومعاملات شرعية تبيح دم ومال وعرض المسيحيين في العالم، على أني اليوم بتكلم عن سبب التكفير نفسه. فالإسلام يقول إن الله ليس المسيح، والمسيحية تقول إن المسيح هو الله. والمهم هنا نعرف الحقيقة، هل المسيح ابن مريم هو الله أم لا؟ وإذا كان المسيح ليس الله فمن يكون المسيح؟ وعشان نوصل لنتيجة خلينا نشوف شخصية المسيح من خلال القرآن والإنجيل مع بعض. فكيف وصف القرآن المسيح وكيف تحدثت عنه المسيحيين؟ والحقيقة أن القرآن بالنسبة لي هو أول شاهد بأن المسيح ابن مريم هو الله فعلا. فلم يصف أو يوصف القرآن شخص بما وصف به السيد المسيح أبدا، بصفات لا تليق أو تنطبق إلا على الله وحده. ولعل أول شاهد على ألوهية السيد المسيح هو تعمد القرآن تسميته بالمسيح ابن مريم. فمع العلم أن القرآن يقول إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني كلمة الله وروح من الله، على أن القرآن لا ينسب المسيح لله أبداً ويصر على ذكره بالمسيح ابن مريم بس، وكأنه كلمة مريم وروح منها هي مش كلمة الله وروح منه، أو كأنها حملت بالمسيح بقوته وإرادته الذاتية بدون أي تدخل إلهي. فنشوف خوف وحذر كبير جدا في القرآن من ارتباط اسم الله بالمسيح حتى لو كان بشكل معنوي أو بعيد. وعموما خلوني أسأل هنا، هل يعتبر المسيح المولود من مريم إنسان طبيعي، بشر عادي حاله حالنا، اللهم تميز بأنه مولود بدون أب، أو كان يملك طبيعة ثانية بالإضافة إلى طبيعة البشرية؟
يقول المسيح في القرآن: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمأ والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فالمسيح هنا يقول إني أخلق، وحط خطين تحت كلمة أخلق: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يعني على شكل طير، فأنفخ فيه فيكون طيرا، يعني من شبه طير إلى طير يطير تدب فيه الحياة، وبنفخة فقط من السيد المسيح. لكن غريبة، مش القرآن يقول: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا؟ يعني نفخة الله وهبت حياة، ونفخة المسيح هم وهبت حياة. فهل تحدث القرآن عن أي شخص وهب الحياة غير السيد المسيح؟ أو هل تعتقد إن السيد المسيح بشر عادي؟ كان يتعامل مع الجسم البشري وكأنه صنع يديه، يخلق العيون ويرجع الأطراف المبتورة ويطهر الأبرص ويعالج الأعرج ويشفي المريض. فهل الإنسان العادي يقدر يسوي نفس الأشياء اللي يقوم فيه السيد المسيح؟ كانت الروح تحت تصرف السيد المسيح، يرسله يمين، يوديه شمال، يحيي بيها موتى، يهب منها حياة. فمن يملك سلطان على الروح إلا صاحب الروح وحده؟ كان المسيح يعلم الغيب ويعرف ماضي الناس ونياتهم وأرزاقهم وإيش يأكلون وإيش يشربون وإيش يدخرون. فهل فيه أحد يعلم الغيب إلا الله وحده؟ هل في أحد من البشر يشبه المسيح؟ وإذا ما فيه مثله، أجل من يكون؟ إنسان نبي كريم مؤيد بالروح القدس، صح؟ تعتقد إنك كذا حليت المشكلة أو عقدتها أكثر؟ هل تعتقد إن الله يوزع قدراته وصفاته على الناس يشاركون فيها؟ وإذا كان يوزعها، فليه يخص المسيح بالذات بكل ذا المعجزات والآيات دون غيره من الأنبياء؟ ليه ما أيد أشرف الأنبياء والمرسلين بالروح القدس؟ هو خاتم الأنبياء ورسالته آخر الرسالات، وأكيد هو أولى وأحوج تكون له كل ذا المعجزات. فاشمعنى المسيح بس؟ ليش المسيح بس من ولادته إلى صعود مختلف؟ تذكر الأحاديث الإسلامية إن السيد المسيح الوحيد في الخليقة المقدس بلا خطيئة، فكل بني آدم مسهم الشيطان إلا المسيح ابن مريم، فهو المعصوم من كل إثم ودنس، لكن بشر عادي، إنسان وبشر عادي، يعني قوة وسلطان وآيات ومعجزات وقداسة. فممكن تسأل نفسك من يكون؟ ليش هو بس القادر على كل شيء؟ اسأل نفسك، هل عادي كل ذا الأمور تصدر من إنسان طبيعي مثلي ومثلك؟ السيد المسيح كان آية متحركة، لمسته تهب شفاء وقوة، كان يقول للشيء كن فيكون، اشفي، اطهر، قم، ابكم، اخرج، كل شيء به كان، ومن غيره لم يكن شيء مما كان. به كانت الحياة، والحياة نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. إنه المسيح فقط وليس أحد سواه. يقول: أنا والآب واحد، الذي رآني فقد رأى الآب. هذا هو المسيح في القرآن والإنجيل، يخلق ويحيي ويهب حياة، يشفي ويعلم الغيب ويغفر الذنوب ويتصرف بالروح، وكل هذا بمجرد كلمة: كن فيكون. يقدم المحبة وينشر السلام ويعلم الناس
فمن له أن يفعل كل ذلك أو يقدر عليه إلا الله وحده. الموضوع مش فكرة تحولت إلى حقيقة، الموضوع حقيقة تحولت إلى واقع. نعم، إن المسيح ابن مريم هو الله المتجسد فعلا، جاء ليكون لنا حياة ويكون لنا أفضل وينقذ ما قد هلك. عاش بيننا وتحمل أوجاعنا ومات جسده على الصليب لأجلنا وقام في اليوم الثالث. مش إحنا المختلفين فيه لأننا نعرفه تمام المعرفة، لكن حاول أنت تتعرف عليه، فعظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد. وشكرا لكم على المتابعة، وأشوفكم على خير في الأسبوع القادم، في أمان الله. يا الله باسمك خلصني وبقوتك أنصفني، يا الله اسمع صلاتي واصغى إلى كلامي، لأن غرباء قاموا علي وعتاتم يسعون إلى قتلي، وما خلوا الله قدام عيونهم. هو ذا الرب معيني والسيد الرب عاضدي، يرد الشر على عدويني وبحق عدلك استأصلهم. طوعا أذبح لك وأحمد اسمك يا رب لأنه طيب، فإنه نجاني من كل ضيق، وشفت بعيوني اللي صار العدويني. مشاهدينا الكرام، وصلنا الآن إلى ختام هذه الحلقة وفقرة الاختبارات. وصلنا اختبار من الأخ جيم من المغرب. الأخ جيم يقول: الإنجيل عمل فرق في حياتي. قبل الإيمان لم أكن أعرف كيف أصلي، ولكن بعد الإيمان أصبح الإنجيل مركز حياتي، وأصبحت أصلي بنفس اللغة والصياغة الموجودة في الإنجيل. وأيضا خدمني الإنجيل في إدارة الاجتماعات والمقابلات. تعلمت أن الروح القدس يصلي معي، وأيضا عرفت أن الملكوت موجود في داخلي. وهذه هي المسيحية الحقيقية. بدأت معرفة الله الحقيقي تكبر في داخلي، وأصبحت أحبه أكثر وأكثر. في السابق كنت أخاف من أهلي أن يعرفوا بإيماني، ولكن الآن أؤمن بالله وأنه هو من يدير جميع جوانب حياتي، والرب هو من يرسل الناس ليساعدوني وساعدوا أقاربي، وأنا ممتن جدا ليسوع المسيح لكل إحساناته. آمين. الرب يباركك يا أخي الغالي جيم من المغرب، والرب يستخدمك لخلاص كثير من النفوس. قول آمين. آمين. أحبتي المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.